عليكم السلام. شنو اسمك؟ سعاد عبود حسن. انت ارمنه؟ ارمنه. عندك ايتام؟ عندي ايتام ست. هذول منهم؟ اي دول ست ايتام. اي شقد اعمارهم اكبر واحد؟ شبيرة 2000. الليله. واللي اصغر؟ ولد. مستمرين بالدراسه؟ اي الولد مستمرين. شلون عايشه؟ عايشة على رب العالمين والناس الطيبة. زين هذا البيت شنو؟ إيجار. إيجار. قاعدة بي. إيجار وقاعدة بي. أي والله. زين إيش قد تدفعين إيجار بالشهر؟ 500 أدفع. 500 وايد. 500 عليك. شو أسوي؟ عندك راتب تقاعدي؟ لا. راتب رعاية؟ ولا مسوي رعاية. صار لك قد من متوفي زوجك؟ صار له 9 10 أشهر. زين شنو سبب الوفاة؟ عنده عجز بالكليتين و ضربت جلطة بالدماغ يوم وثاني يوم سلمها لله. زين سعاد احنا عندنا اهل الخير هسه يسمعون ندائك ان شاء الله. شنو طلبين من عندهم؟ والله اطلب من عندهم اللي الله يمكنهم، اريد حتى لو غرفة واحدة بس مهمة ادفع ايجار. صح. اريد بس يعني الم جهالي وامر، اكثر من هذا ما اريد. احنا نتمنى من رب العالمين. احنا نتمنى عندنا هيك امكانيه، بس نكذب عليك اذا نقول لك احنا عندنا هيك امكانيه انه نوفر لك، بس ان شاء الله هي الخير. ان شاء الله. هو الرزق على رب العالمين. في احتياجاتك غراض منزليه شنو احتياجك؟ والله ما عندي، انا طباخ ما عندي. طباخ ما عندي. صوبات للجهال ما عندي، عندي وحده اعطوني اياها الجوارين خف الله عليهم، ما اريد اذكر اساميهم لين ما يقبلون. اي. فطوني شغلات ملابس للجهال هم يعطوني شغلات مسواق ما مسواق يدزولي، والحمد لله والشكر ما الله يوفقهم يا رب. الله يسهل للجميع. بس تعرفين انت جهالك السته مستمرين بالدراسه؟ يداومون. اي ها اي خليتهم يداومون بالدراسه ان شاء الله، لا تبطليهم وخليهم ان شاء الله. الوضع الصحي شلون عندي؟ الحمد لله يعني كل من شايل نفسه، بس عندي الصغير علي شويه يعني وضعيته تعبانه. شبيه؟ عنده اول شيء حول بعيونه. هو هذا الابو الاصفر؟ اي هذا. ها هذا علي. بس يعني قاعده اشوفها عينه ما بيها شيء، يعني من يصفون له شيء؟ لا هو يعني حول عنده بعيونه، سويت له مره عمليه. أي. من كان ابوه طيب. اي. ورجعت مرت له راجعت بيه قالوا لي يحتاج لعمليه. ها. النمو ماله كلش ضعيف، يعني هسه هو بالمدرسه بس كل شيء ما يفتهم. ما يركز، يعني ما يركز ولا يفتهم نهائيا، بس مجرد يختلط وياه. شنو قالوا لك؟ والله دا راجع اني هسه قالوا لي قسم من عندهم يقولوا لي عندهم عنده خلل بالدماغ. قسم يقولوا لي يعني النمو ماله ضعيف، فما اعرف يعني شنو مالته. زين تقارير طبيه عندك بيه؟ سويت له اثنين، سويت له تخطيط وسويت له تقرير طبيعي. لا ما سويت، ما عندي اروح اسوي. يا ريت انه تسوي له تقرير وتجيبيه لنا ان شاء الله، حتى نحتفظ بال يعني ويا المستمسكات مالتك ان شاء الله. اي وان شاء الله سعاد نساعدك احنا باللي نقدر عليه. زين احنا عندنا قسم من الارامل مثلا نوفر لها ماكينه تخيط وتعيل نفسها، واحنا وياها مستمرين ما يعني منعوفه، او مثلا نوفر لها تنور تخبز وتبيع خبز، او نوفر لها ماكينه مال ثرم مال لحم تسرم بيها لحم، او تسرم بيها التمن وتلف كبه وتبيع. عادي انا اشتغل هذاني، بس الخبز ما اقدر. الخبز ما تقدرين؟ يعني حساسيه عندي. زين انت شلونك بالخياطه؟ مضبوطه يعني؟ الحمد لله يعني اعرف اخيط. مو يعني انت بعد اذا نوفر لك ماكينه لازم هذا هو تعتمدين على نفسك، خياطك يصير 100%. لا مو ذيك القويه بالخياطه. اي بعد مو قويه. يعني اشوف انا الماكينه اضبط. اي مو صح؟ صحيح. فنوفر لك ماكينه ان شاء الله هي الخير يسمعوك ان شاء الله، حتى هم تعينين نفسك وهم شويه شويه. الله يسهل ان شاء الله. ان شاء الله عيونك. الله يسهل. واحنا مشكورين منك. تسلمين عيني، انا اشكركم على هاي الجايه والله، والشيء اللي اذا تقدرون عليه تسوون لنا اياه ان شاء الله ما نقصر وياك. والحمد لله والشكر، ما اعرف شو احكي بعد، ما ادري والله شو اقول. ما نقصر وياك ان شاء الله. ان شاء الله. تسلمين عيونك. رحم الله والديك.